بدر مين طيبة تجلى قد أضاء نورا ولاحي الله جليل الله جليل. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، وعلى أبيه سيدنا إبراهيم، وأخويه سيدنا موسى وعيسى، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وآل كل وصحب كل أجمعين. وبعد، فنحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة الإسراء، وصلنا إلى تفسير قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فالإسلام أعد كل طاقاته لنصرة المظلوم، بس في القتل وبغير القتل ما بينصر المظلوم؟ قال بينصر في كل قضية غلامة. قال عن عائشة قالت: كان عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم فصنعت خزيرا، خزرا، خزيرا، ما تقول خنزيرا، فصنعت خزيرا. شو الخزير؟ قال طعام يصنع من ماء ولحم وطحين، من ماء ولحم وطحين. وكانت عند عائشة رسول الله وضرتها سودة بن زمعة، أي كانت ضرت 12. فقلت لسودة: كلي. فقالت: لا أحبه. لا ضرائر، شلون تجي أبيتها ضرتها قدامها؟ فقالت عائشة: والله لتأكلين أو لألطخن وجهك. أو لا، والنبي حاضر قاعد. فقالت: ما أنا بذائقة، ما أنه ما بأكل بتغدى، براس إصبعتي ما بيقف. قالت عائشة: فأخذت من الصفحة شيئا فلطخت به وجهها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بيني وبينها. قال: فخفض لها ركبته لسودة لتستقيد مني، تأخذ حقها. لكم في القصاص حياة. قال: فتناولت من الصفحة شيئا فمسحت به وجهي ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس يضحك. لكم في القصاص حياة. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. وروى حبيب الفهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى القصاص من نفسه في خدش، الخدش خدشه أعرابيا لم يتعمده، معه عصاية عودة بشكل غير مقصود، إن خدش إجر الأعرابي أو إيده. فنزل عليه جبريل روح القدس من السماء، خير إن شاء الله، السفير الله بعد أرسل سفيره من السماء إلى الأرض. كان إيش؟ في وحي؟ ما في وحي. في أمر حرب وهائل ومخيف عجز رأي النبي عن إدراكه، لتسعفه السماء بتوجيهه وتخطيطه. لا، لكم شان ايش جاي جبريل؟ فقال: يا محمد،
إن الله لم يبعثك جبارا ولا متكبرا. إن الله لم يبعثك جبارا ولا متكبرا. هذا الأعرابي ليش خربشت له إيده لما أجره بالعصاية تبعك؟ فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابية فقال: أيها الأعرابي اقتص مني. لأن مين أقام الدعوة عليه؟ النائب العام، مدعي العام السماوي سيدنا جبريل. مين أرسله؟ القاضي الأعظم الله جل جلاله، أعرابي بدوي. والمدعى عليه مين؟ النبي. فأي دولة في الدنيا، أي حضارة في حياة العالم وصل العدل والإنصاف وكرامة الإنسان إلى ما وصل وأوصل إليه الإسلام المجتمع حتى تحقق الأمن والسلام، بعد الأمن والعدل والسلام الحب والإخاء والتعاون، تحقق الرفاه والسعادة في القلب والجسم في الأرض وفي السماء في الدنيا وفي الآخرة. هذا هو الإسلام، وهؤلاء هم العرب لما تثقفوا بثقافة ومدرسة الإسلام بمعلم الإسلام ومهندس الإسلام. العرب بل العالم الآن بحاجة إلى الإسلام، ولا يتحقق رفاه ولا سلام ولا تبقى هذه الحضارة بلا إسلام. الصواريخ عابرات القارات بطول 30-40 متر وبقطر متر ونص، هل يدمر كل شيء؟ تدمر كل شيء ما بأمر ربها، بأمر شياطينها. لا نجاة إلا بالرجوع إلى دستور الله. لا نجاة للعالم وللشعوب وللأمم وللمسلمين ولليهود وللنصارى وللأوروبيين إلا بالرجوع إلى دستور الله. الإسلام ما خاص بنا، ما نحن صنعناه، ما نحن صدرناه، صدرته السماء، خالق الكون كله. لنرجع إليه رجوع الصادق المخلص، لننعم بقانون الله وننعم بدولة الله. فدعا النبي الأعرابي فقال: اقتص مني. فقال الأعرابي: إني قد أحللتك، سامحتك، جعلتك في حل، بأبي أنت وأمي، أفديك بأبي أنت وأمي، ما كنت لأفعل ذلك أبدا ولو أتيت على نفسي. لو روحتني من وضع الخارج مسامح، وأفديك بأبي وأمي. فدعا له النبي بخير: صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي رجلا مختضبا بسفرة، مبودر حاله، مدهن وشه، كان شيء من الطيب ويعطي لون أصفر. فالنبي رأى، والزين النبي تركها للنسوان، المرأة في الزيان، أما الرجال زينته أخلاقه أعماله. قال: فرآه النبي مختضبا بصفرة وفي يد النبي جريدة، الجريدة القضيب من قضبان النخيل. فقال النبي: خط ورس؟ هذا الأصفر اسمه ورس، صابغ وشك بالورس. فطعن بالجريدة بقضيب النخل بطن الرجل، نغزه هيك، وقال: ألم أنهك عن هذا؟ فأثر في بطنه وما أدماه، نوجع لكن ما طلع دم، لكن نوجع. فقال الرجل، شو قال؟ قال له: دخلك توبة؟ إيه ما عاد أعملها؟ قال: القود يا رسول الله، بدي حقي، بدي القصاص، أنت نغزني بدي انغزك، أنت طعنتني برأس العصا على بطني، الإسلام يحق لي أن أطعنك كما طعنتني، أن أفعل بك كما فعلت معي. مين بدوي أعرابي مع مين؟ مع رجل الدولة، مع الملك، مع لا تتنازل عن الملك عبد الله ورسوله، فالنبي ومالك كل شيء. ما هذا الإسلام أبني؟
أين هذا الإسلام؟ وين موجود؟ شرطي لو نغزك نغزة بغير حق أو جلواز بلدية كسد خاطبه به الخطاب، قل له القواد بيصلغك كفين كمان بيطالع الكلام شاب ما كلهم في هيك وفي أخوك عمك رفيقك معلمك العامل. الإسلام هو الإنسانية الكاملة، هي العدالة الشاملة، هو الإنصاف العام. قال له القواد يا رسول الله، فقال الناس ويحك أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بدك تقتص وتطعن النبي مع النبي؟ فقال ما لي بشرة أحد فضل على بشرتي، جلدي مثل جلد النبي والبشرة هي الجلدة. قال له ما في جلد أفضل من جلدي، أنا إنسان، هو إنسان والحق بده يطبق على العموم. فهذا الإنسان العربي منين عرف هذه الحرية؟ منين صارت له هذه الكرامة؟ مين اللي أعطاه هذا السلطان وهذا الحق؟ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، ومن طعن برأس العصر وخدش جلده بطرف العصر، وهني تلغمت وشها واندهن وشها بإيش؟ بالخزير. القود القصاص. قالوا أمن رسول الله تأخذ القود؟ قال ما لي بشرة أحد فضل على بشرتي. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال اقتص لنفسك، فقبل الرجل بطن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أدعها لك لتشفع لي بها يوم القيامة. ما راح اتنازل عنها، لكن بدك تقبضني اياها شفاعة ما قصاصا. يا سلام، أدب، ما ضيع شيء، احتفظ بحقه. والقدم في القانون بيضيع كثير من الحقوق، أما التقادم في قانون الإسلام إلى يوم القيامة إيش؟ لا يسقط. وفي رواية أن الرجل كان أنصاريا مسمى بسواد، فلما فعل النبي به ما فعل فجرح وطلب القصاص من رسول الله وأعطاه العود، وكان على النبي قميصان فجعل يرفعهما، فنهره الناس وكف عنه حتى إذا انتهى إلى المكان الذي جرحه. لما النبي كشف له عن مثل المكان الذي هو انجرح فيه رمى بالقضيب وعلقه وعلقه، علق بالنبي يقبله وقال يا نبي الله بل أدعها لك تشفع لي بها يوم القيامة. الله. وفي رواية أقبل يقبل كشحه، صار يبوس خاصرة النبي، ويقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله إنما أردت هذا، بدي بوسك كم بوسة. ما أحلى الحب، ما أحلى الإيمان، ما أحلى العدل، ما أعظم القرآن. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فإذا كان النبي أقاد من نفسه وأعطى الحق للأعراب أن يقاصصوه إذا انتقص من حقوقهم شيء، فماذا فعل خلفاؤه بعده؟ فقال عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر أقاد رجلا من نفسه، وأن عمر أقاد سعدا من نفسه. الخلفاء كذلك هكذا كانوا يستنون بسنة رسول الله، فإذا ظلموا مواطنا يعطوهم حق القصاص وطلب الحق ويذعنوا للحق، كما فعل عمر مع عمرو بن العاص ومع القبطي. قال له متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟
قال: وكان أبو بكر وعمر وعثمان يعطون القود من أنفسهم وهم ملوك وسلاطين. ولطم أبو بكر مرة رجلا لطمة ثم قال له: اقتص مني. فعفى الرجل. وروى يزيد بن أبي منصور قال: بلغ عمر بن الخطاب أن نائبه على البحرين ابن الجارود أتي برجل. مين؟ نائب سيدنا عمر على البحرين المسمى بابن الجارود. جابوا له رجل يقال له أدرياس، قامت عليه بينة، ثبت عليه بالتحقيق بمكاتبة عورة المسلمين. مكاتب الأعداء عبد لهم على موضع ضعف على الحدود أو في الجيش أو في شيء، وأنه قد هم أن يلحق بهم. كمان التحقيق أثبت أنه بده يلتحق بمين؟ بالأعداء. فضرب ابن الجارود عنقه أعدم. هذا القانون الآن إذا ثبت عم بكاتب العدو وبده يلتحق فيهم، هذا ما بده قطع راس، وقطع راسين إذا له راسين، هذا في القانون. فضرب عنقه وهو يصيح: يا عمراه يا عمراه. مين المقتول؟ شو اسمه؟ أدرياس. فكتب عمر إلى ابن الجارود وأمره بالقدوم عليه، استدعى فقدم. فجلس له عمر وبيده حربة، فدخل على عمر فعلى عمر لحييه بالحرة، صار يضربه بالحرب على وشه ويقول: أدرياس لبيك، أدرياس لبيك. وجعل الجارود يقول: يا أمير المؤمنين، إنه كاتب الأعداء بعورة المسلمين وهم أن يلحق بهم. فقال عمر: قتلته على همه، على نيته، وأينا لم يهم؟ أديش الواحد من بهم بمعصية وبعدين ما بفعل، فإذا ما فعل لا يعتبر مذنب. لولا أن تكون سنة لقتلتك به، مع أنه هذا ثبت اتصاله بالعدل، لكن شرعا لا يقتل، لأن القتل لا يحل إلا بإحدى ثلاث: يسجن، يعاقب، يضرب، يعزر، أما قتلا. وخرج عمر مرة ويداه في أذنيه، طلع وحاطت أصابعه وين؟ بأذنيه، وهو يقول: يا لبيك يا لبيك. لبيك ما لبيك، عم ينادي للبيك انه تجي. فقال الناس بعضهم لبعض: ما له؟ قالوا: جاءه بريد من بعض امرائه، جاء مكتوب بالبريد ان نهرا حال بين جيش المسلمين وبين عبوره، ما حصلوا يجتازوا النهر، ولم يجدوا سفنا ليلحقوا بالعدو. فقال أمير الجيش: اطلبوا لنا رجلا يعلم غور النهر، بركي بيخوضوا من غير سفن. فأتي بجندي قيل له: انزل لنرى غور النهر. فقال: أخاف البرد، وكان الوقت شتاء. فأكرهه فأنزله في النهر، فلم يلبثه البرد أن قتله وأماته، من شدة البرد مات الجندي. فجعل ينادي الجندي: يا عمراه يا عمراه، يعني يا إسلاماه يا إسلاماه، أنصفني من حكم القائد، كلفني ما هو فوق طاقتي فقتلني، فأين أنت يا إسلام الممثل في عمر لتنصفني وتعطيني حقي؟ فغرق الرجل فمات. فكتب إلى عمر، فكتب عمر إلى القائد فأقبل. فمكث أياما معرضا عنه، ما قابله، وكان إذا غضب من أحد فعل به ذلك، يستدعيه ما يقابله. ثم قال: ما فعل الرجل الذي قتلته؟ شو قال؟ يا أمير المؤمنين، ما تعمدت قتله،
ولم نجد شيئا نعبر فيه النهر، وأردنا أن نعلم غور الماء، وقد فتحنا باجتياز النهر كذا وكذا من البلدان. فقال عمر: لجندي واحد مؤمن أحب إلي من كل ما فتحته من البلدان، لولا أن تكون سنة لضربت عنقك. تروح الجندي بشكل ممكن يتخذ شكل آخر، أو قديش كان الجندي، قديش كان المواطن له قدسية في نظر الإسلام، تشريعه وقانونه. لولا أن تكون سنة لضربت عنقك، فأعطي أهله ديته. هذا الجندي اللي راح بهالشكل وبغرض صحيح وهدف، واخرج فلا أراك، وعزم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فلا يسرف في القتل، إنه من جهة الإسلام ودولته وقوانينه ودساتيره إنه كان منصورا. راح نوقف هون، ولو أنا توسعت لكم في تفسير الآية هي ضرورية، لأنه مع الأسف المسلمين الآن حرموا الثقافة الإسلامية، وما عم يصلن لا مجالس العلم الكافية ولا الوقت الكافي. فأرجو الله أن يجعل من مجلسكم هذا خيرا وفائدة لمجتمعنا ولكل الناس. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، تقبل منا هذه التهليلة المباركة، وأوصل ثوابها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا وقرة أعيننا، وإلى روح والدتنا وولدنا زاهر، وإلى روح أرواح إخواننا وأحبابنا وأهلنا ووالدينا والمسلمين أجمعين. واغفر اللهم لنا ولهم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.